and then propose more changes. بعد تصريحات بلينكين في قطر، حماس تتهمه بمحاولة تبرئة إسرائيل وبتحميل الحركة مسؤولية تعثر هدنة غزة. وإعلام إسرائيلي يقول إن فرص التوصل لاتفاق مع حماس معدومة. مع ارتفاع وتيرة التهديدات المتبادلة، واشنطن قلقة من اندفاع إسرائيل لحرب شاملة مع حزب الله. الفاشر على طاولة مجلس الأمن، اليوم تصويت على مشروع قرار بريطاني يطالب بوقف الحرب. صباح الخير وأهلا بكم في جولة إخبارية لأهم الأنباء من قناة الحدث. جددت إسرائيل قصفها الجوي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وقال إعلام فلسطيني إن القصف الإسرائيلي الأخير في منطقة الحسينة بالنصيرات تسبب بمقتل 3 أشخاص في حصيلة أولية. وأكد المركز الفلسطيني للإعلام أن إسرائيل تقصف مواصي رفح التي تؤوي في الوقت الحالي ألف النازحين غرب رفح، تقصفها من الجو والبر والبحر بشكل كثيف. وفي السياق، قتل عدد من الأشخاص وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على منزل بحي الزيتون. طلبت حركة حماس الإدارة الأمريكية بتوجيه الضغط إلى حكومة إسرائيل التي تقول إنها مصرة على استكمال مهمة القتل والإبادة. وقالت الحركة في بيان إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يواصل الحديث عن موافقة إسرائيل على مقترحات بايدن، بينما لم يتحدث أي مسؤول إسرائيلي عن هذه الموافقة. وأشارت إلى أن العالم لم يسمع أي ترحيب أو موافقة من قبل إسرائيل على قرار مجلس الأمن. وواصل نتنياهو التأكيد على رفض أي وقف دائم لإطلاق النار. واعتبرت حديث الوزير الأمريكي محاولة لتبرئة ساحة إسرائيل وتحميلها الحركة مسؤولية تعطيل التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة. وقالت حماس إنها تعاملت بكل إيجابية مع المقترح الأخير وكافة المقترحات للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المعتقلين. مقترح الرئيس بايدن أفضل فرصة على الطاولة لإنهاء المعاناة في قطاع غزة، إذ يضمن المقترح إطلاق سراح المحتجزين ووضع مسار لإنهاء الحرب. تلقينا رد حماس على المقترح، وقد اقترحت تغييرات بعضها قابل للتنفيذ، وبعض مطالب حماس بشأن الصفقة المطروحة لا يمكن تلبيتها. كان على حماس القبول بالمقترح المطروح على الطاولة كما هو. في المقابل، قالت صحيفة يديعوت أحرانوت الإسرائيلية أن فرص التوصل لاتفاق مع حركة حماس لوقف إطلاق النار في قطاع غزة باتت معدومة. نقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين القول إن تشاؤم يعم حكومة نتنياهو، وذلك بعد رد حماس على اقتراح صفقة تبادل الأسرى، ووصفته بأنه أحد أكثر العروض تطرفا. وأيضا بحسب مسؤول إسرائيلي، فإن حماس تعارض منح إسرائيل حق النقد على هوية 200 من الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد الذين سيتم إطلاق سراحهم، وذلك مقابل عودة المجندات المختطفات. وقالت يديعوت أحرانوت إن حماس لا تكتفي بضمانة أمريكية لوقف القتال، وتطلب ضمانات من الصين وروسيا وتركيا، وهو أمر غير مقبول فيما ذلك من وجهة النظر الإسرائيلية. ذكرت أن مسؤولين في إسرائيل قالوا إن الرد يظهر أن زعيم حماس في غزة يحيى السنوار لا يثق بإسرائيل، وإنه على قناعة بأنها ستنسف الاتفاق على كل خلاف صغير. تجمع أقارب الرهائن ومتظاهرون آخرون في تل أبيب للمطالبة، مطالبة الحكومة الإسرائيلية بقبول اتفاق لإطلاق سراح أولئك الذين اعتقلتهم حماس في 7 أكتوبر.
هذا وتجمع العشرات حاملين لافتات كتب عليها حياة الإنسان ليس لها ثمن، والاتفاق الآن. عاد أهالي مخيم البريج وسط قطاع غزة إلى منازلهم ليجدوها قد سويت بالأرض جراء القصف الإسرائيلي العنيف الذي ما انفك يتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي. لما عودت على بيتي لقيت بيتي متدمر، والمكان اللي بقيت مهيئه في البيت أسكن فيه أنام فيه لقيته جاي فيه قديف مولع كله فحم، كله فحم من القذافل العشوائية، لأنه فيش ناس تطفي ولا في مطافي تخش ولا حاجة، والله بعوضنا خير إن شاء الله. الصباح الأخير اطلعنا بمعاناة جدا، أولاد والبنات بعيطن وبصوتن وبصرخن، والقذايف بيننا، قذايف بيننا وحرايق، وروحنا على الدار لقينا المكان اللي بقينا نقعد فيه رايح كله متدمر، وتنك المية المعمول 50 خزق لقيناه مبعوط بالمرة. انا رجعت تفاجأت بداري رايح هي دار ولا غرفة ولا حاجة، ولا إن 3 أيام بس بنعز الحجار بنعز الحديد والزينق ولا إشي فيها ولا حاجة مخليها، وإحنا ما لناش دعوة مش عارف ليش يعني عملوا معنا هيك، يعني لو كنا فيها لكنا متنا والله. بالدار حوالي 22 نفر كان راحوا، الغرف عندها هي طلع كيف الباطون كيف تكسر، لا حيطة ضايلة ولا السطح ضايل، العمدان طلع كيف العمدان كيف منفجمات كله لإزالة، والله ما فرحنا عليها، ما لهاش 3 سنين بنين منها جزء وهي الجزء الثاني ما فرحناش عليها. نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين القول إن إدارة بايدن تشعر بالقلق البالغ من أن العنف المتصاعد بين إسرائيل وحزب الله في الأيام الأخيرة سوف يتدهور إلى حرب شاملة. تقرير أكسيوس قال إن إدارة بايدن حذرت إسرائيل في الأسابيع الأخيرة من فكرة حرب محدودة في لبنان، قائلة إن ذلك يعني إمكانية تدخل إيران وغمر لبنان بمسلحين موالين لها من سوريا والعراق وحتى اليمن الذين يرغبون في الانضمام للقتال. ويقول مسؤولون أمريكيون إن إدارة بايدن تحاول احتواء القتال بين إسرائيل وحزب الله قدر الإمكان. ولع الخبط ولعت هذا. وهجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن جفير رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشأن التطورات على الجبهات الشمالية، ورأى أن نتنياهو ما زال يجري مشاورات أمنية على تهديدات حزب الله، منتقدا عدم الرد على أكثر من 200 صاروخ تم إطلاقها من قبل الحزب خلال الساعات الماضية. على مدار نصف ساعة لم تهدأ صافرات الإنذار في شمال إسرائيل، عشرات الصواريخ أطلقها حزب الله منها ما استهدف مدينة طبرية للمرة الأولى منذ أكتوبر الماضي،
الهجوم الصاروخي الأوسع يأتي بعد ساعات من عملية اغتيال هي الكبرى أيضاً التي تنفذها إسرائيل، أدت إلى مقتل عدد من قيادات حزب الله منهم طالب عبد الله قائد وحدة النصر. التصعيد بين حزب الله وإسرائيل صعد لمرحلة جديدة على ما يبدو. قادة وجنرالات إسرائيليون سابقون في منتدى الدفاع والأمن ينصحون الحكومة بأن تبدأ باستهداف بنى تحتية مدنية في لبنان تشمل المطار ومحطات الطاقة، وذلك لزيادة الضغط الاجتماعي الداخلي على حزب الله. هذا بالضبط الوقت المناسب لاتخاذ إجراءات ضد حزب الله ولبنان كدولة ومهاجمة البنى التحتية المدنية حتى يخضع حزب الله لضغوط اجتماعية وشعبية داخل لبنان. كثير من اللبنانيين يشعرون أن بلادهم تنزلق لمواجهة دموية لا شأن لهم فيها. قرار الحكومة الأخير بشأن تعويض ضحايا الهجمات الإسرائيلية أثار جدلاً واسعاً بين رافض ومرحب، بين من يرى أن تعويض المدنيين مسألة إنسانية بحتة، ومن يتهم حزب الله باتخاذ قرار منفرد بالتصعيد بطلب إيراني دون الرجوع إلى مجلس النواب والحكومة التي تعاني أصلاً عجزاً مالياً. التعويض عن المدنيين حق مقدس لا يمكن المس به، لكن التعويض عن ضحايا تابعين لجهة حزبية أعلنت الحرب بقرار إيراني من دون الرجوع إلى الحكومة ومجلس النواب وفرضته علينا أمر غير مقبول. فالشعب اللبناني يدفع ضرائب ورسوماً للتعويض عن مقاتلي حزب الله في وقت يعاني فيه اقتصادنا، وعناصر الجيش اللبناني لا يتقاضون رواتبهم بشكل منتظم. أودى التصعيد بين حزب الله وإسرائيل منذ 8 أشهر لمقتل قرابة 450 لبنانياً، منهم 340 من عناصر وقيادات حزب الله. كما تسبب التصعيد بهدم 700 منزل بشكل شبه كلي. أما في إسرائيل التي ما زالت تبحث عن خيار التصعيد البري مع حزب الله، فكان الجيش قد أعلن رسمياً عن مقتل 25 شخصاً بينهم جنود ومدنيون. دمر الجيش الأمريكي 3 منصات إطلاق الصواريخ الكروز المضادة للسفن في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن. القيادة المركزية الأمريكية أوضحت في بيان لها أن قواتها دمرت أيضا مسيرة أطلقها الحوثيون نحو ممرات الملاحة الدولية، وأشارت أيضا إلى تضرر غرفة المحرك في السفينة التي ترفع علم ليبيريا التي استهدفها الحوثيون بزورق مفخخ. كانت جماعة الحوثي أعلنت عن استهدافها للسفينة في البحر الأحمر، وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي قال إن العملية أدت إلى إصابتها إصابة بالغة. نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، استهدفت سفينة توتور في البحر الأحمر وذلك بزورق مسير وعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة إصابة بالغة وهي معرضة للغرق بفضل الله. وقد تم استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. ونفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين مشتركتين مع المقاومة الإسلامية العراقية. الأولى استهدفت هدفاً حيوياً في مدينة إسدود بصواريخ مجنحة، والعملية الأخرى استهدفت هدفاً مهماً في مدينة حيفا بعدد من الطائرات المسيرة. تواصل فرق الدفاع المدني في أربيل بإقليم كردستان العراق العمل لمكافحة حريق ضخم نشب في مصفاة نفط على الطريق بين أربيل وكوير، وأبلغ شهود عيان أن 15 شخصا بينهم عناصر إطفاء أصيبوا في هذا الحريق. Thank you.
الآن مباشرة إلى أربيل يحدثني من هناك مراسل الحدث أحمد الحمداني للوقوف على آخر تطورات هذا الحريق. صباح الخير أحمد، وأهلا بكم في هذه التغطية المباشرة لتطورات الحريق الضخم الذي نشب في كردستان العراق تحديدا. بداية لكل من يتابعنا الآن، ما الذي نعرفه من خلفيات هذا الحريق وما تكشف من أضرار حتى الآن؟ طبعا صباح الخير. العشر ساعات مضت وفرق الإطفاء الدفاع المدني ما يزالون يواصلون أعمالهم في محاولة إخماد النيران. كنت أتواصل قبل قليل مع الدفاع المدني، قالوا أن هم لم يتمكنوا من إخماد النيران بصورة نهائية، ولكن ربما يحتاج إلى بضع ساعات على حتى يتم إخماد النيران. طبعاً هو مندلع بالفعل أحمد منذ ساعات منتصف الليل تقريبا، أليس كذلك؟ في بداية الليل كنا نتحدث عن الساعة 8:30 مساء أمس، ليل أمس، وكان هناك طبعا اندلعت النيران في مخازن مستودعات مخازن للإسفلت في تتبع إلى أحد مصاف النفط في مناطق في مناطق الجوير. هذا طبعا نيران كبيرة جدا ودخان قد غطى المنطقة، وأن المنطقة مليئة بمصافي النفط وجميعها تعود إلى القطاع الخاص. القطاع الخاص هو الذي ينشط في هذه المنطقة وطبعا يعني وينشئ مصافي نفط صغيرة متوسطة أحجام مختلفة، وأيضا يعني نتحدث عن تقريبا 12 ساعة من اندلاع هذا الحريق واستمراره على هذا النحو الذي نتابعه على شاشات الحدث الآن، أليس كذلك أحمد؟ بالضبط، هذا ما طبعا بالضبط، ويحتاج إلى عدة ساعات بحسب الدفاع المدني. الرائد سركوت الذي هو الناطق باسم الدفاع المدني قال يحتاج عدة ساعات حتى يخمد النيران، ولكن قال أنه أن النيران تمكننا من عدم توسعة النيران والسيطرة عليها وانتشارها إلى بقية المصافي. هناك عدد من الصهاريج قد دمر واحترق بالكامل، وطبعا تأكدت منه أن لا يوجد هناك حتى الآن أي إشارات إلى وجود احتراق أو خسائر بشرية داخل في هذا الحريق الضخم جدا. لكن بالتأكيد سيكون هناك بيان للدفاع المدني بعد إخماد الحريق، وربما سنتوجه في الساعة القادمة سنصل إلى منطقة الحريق في جوير. أحمد، سنعود إلى الخسائر إن كان يعني على المستوى المادي أو على المستوى الأرواح أو الإصابات بعد قليل معك في هذه المتابعة لهذا الحريق الضخم، ولكن فيما يتعلق بالتحذيرات التي أطلقت، وكما شرحت لنا قبل قليل أحمد أنه المنطقة هي أصلا منطقة صناعية وفيها العديد من المستودعات، وبالتالي ما هي إجراءات السلامة، ما هي الإجراءات التي اتخذها الدفاع المدني للحد من انتشار هذا الحريق إلى مناطق أخرى؟ طبعا الإجراءات هي تطبيق مكان الحريق من مسافات بعيدة، ومن ثم الاقتراب إلى أطراف أسلحة النيران شيئا فشيئا. وطبعا كان هذه مهمة جدا صعبة، أن خراطيم المياه للإطفاء، فرق الإطفاء، ونتحدث عن أكثر من 15 فرقة إطفاء، بمعنى نتحدث عن ربما 40 سيارة إطفاء أو أكثر. وطبعا حاولوا يطوقون أسلحة النيران وأطراف النيران، وكانت مهمتهم أن لا يكون هناك أي انتقال لمصانع أو مصافي أو منشآت نفطية قريبة، وبالتالي يكون هناك كارثة كبيرة في المنطقة. طبعا هنا بعيدا عن إجراءات السلامة كان هناك إجراءات وقرارات صارمة وقرارات من حكومة مسرور بارزاني فيما يخص الإجازات والسلامة المهنية في موضوع هذه المصافي، خصوصا وأن
كردستان عاش لفترة طويلة تحت حصار ونشطت قطاعات خاصة في موضوع تهيئة النفط والمشتقات النفطية إلى المواطنين، ولكن كان بشكل عشوائي في البداية. هناك إجراءات كثيرة حدت من كثير من الحوادث الحرائق، ولكن لم تكتمل الصورة والإجراءات بصورة نهائية إلى هذه المنشآت الكبيرة جدا في موضوع السلامة، حيث أنهم قد أسسوا مصانعهم ومصافيهم النفطية منذ أكثر من 20 إلى 25 عام، وربما كان هناك أخطاء في المصنع أو أخطاء في الإنشاء. نعم. بالتالي فإن بعد وتباعد وتباعد المصافي هي من أهم الفقرات التي يؤكد عليها الدفاع المدني، حتى يكون هناك تحديد لموضوع النيران لا سمح الله التهمت أحد هذه المنشآت النفطية في القوير، المنطقة النفطية التي تغذي كردستان جميعها بالمشتقات النفطية. نعم أحمد، شرحت لنا طبيعة المنطقة جغرافيا كونها منطقة صناعية، ولكن من خلال يعني تغطية وسائل الإعلام المختلفة منذ ساعات الليل حتى الآن، كان بالإمكان يعني مشاهدة بعض الأبنية التي يبدو أن لديها طابع مدني. ما المعلومات المتوفرة عن عدد سكان المنطقة، وإن كانت هذه المنطقة الصناعية يتخللها بعض الأبنية السكنية المدنية؟ بداية، هذا الطريق هو طريق يؤدي إلى الموصل محافظة نينوى. هذا الطريق يربط ما بين العاصمة إربيل عاصمة كردستان وإلى الموصل، وهو أحد الطرقات، وأيضا يؤدي إلى هو مناطق زراعية مفتوحة، يؤدي إلى القوير. القوير هي منتصف الطريق ما بين كركوك والموصل في منطقة تعرف مخمور، وبالتالي هي جنوب أقصى جنوب الموصل. هذه مناطق جغرافية على الموصل وأيضا قريبة من إربيل. هذه المنطقة هي منطقة زراعية مفتوحة نصل بها أكثر من قرابة الساعة من إربيل إلى أن نصل إلى أبعد نقطة فيها في القوير وقرب الموصل. هذه منطقة زراعية مفتوحة تحول جزء منها إلى منطقة صناعية ومنطقة تغذي الموصل، أو تأتي بالوقود بالنفط الخام من مناطق الموصل وتغذي كردستان، بداية إربيل ثم دهوك ثم السليمانية. هذه المنطقة السكان متباعدين فيها بشكل كبير، بمعنى أن مناطق زراعية مفتوحة جدا وكبيرة جدا. قد خصصت على ما يبدو هذه المنطقة للنفط منذ زمن بعيد وإنتاج المشتقات النفطية. تجدر الإشارة أحمد أنه نتابع وإياك ومشاهدي قناة الحدث هذه الصور المباشرة للحريق الضخم الذي اندلع في منطقة الكوير في المنطقة الصناعية، وأيضا مستودعات الوقود والمعامل الصناعية والكيماوية، تحديدا أحد المعامل لمادة الإسفلت التي تشتعل أمامنا في هذه المنطقة. إذن يعني نتابع وإياكم مشاهدين هذا الحريق الضخم الذي اندلع منذ ساعات ليلة أمس، وبحسب أحمد الحمداني مراسل الحدث يستمر فرق أو تستمر فرق الإطفاء في محاولة إخماده، وسيتطلب ذلك عدد إضافي من الساعات. كل الشكر لك حتى الآن أحمد، سنكون معك خلال النهار في فترة النهار في تغطية متواصلة لهذا الحريق. حدثني من أربيل مراسل الحدث أحمد الحمداني، شكرا جزيلا لك. رجح دبلوماسيون غربيون أن يصوت مجلس الأمن اليوم الخميس على مشروع قرار بريطاني يطالب بوقف حصار قوات الدعم السريع لمدينة الفاشر. وكالة رويترز أوضحت أن المشروع البريطاني يطالب بوقف فوري للقتال، ويطالب بإنهاء التصعيد العسكري وانسحاب العناصر المسلحة من محيط المنطقة.
بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولتنا الإخبارية هذه. في ختامها نشكر لكم كرم المتابعة ونذكركم بإمكانية متابعة مواقع التواصل الخاصة بالحدث والتفاعل معها بالإضافة إلى تصفح الموقع الإلكتروني للقناة الحدث.net. في أمان الله.